مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف المحليه والعربيه والدوليه، ونبدا بعد الفاصل. أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة في المنطقة وعقده اجتماع قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق في مدينة جدة تأتي في سياق معروف ومستمر لدعم الكيان الصهيوني المحتل وتعزيز مصالح أمريكا في صراعها مع منافسيها الدوليين على حساب استقلال وأمن واستقرار دول المنطقة جميعا. وأوضحت الهيئة في بيانها الذي أصدرته الأمانة العامة أن أهداف الجولة المعلنة وما جرى التأكيد عليه فيما سمي إعلان القدس الموقع بين بايدن ورئيس وزراء الدولة العبرية كشفت حقيقة تعميق التزام أمريكا بأمن الكيان الصهيوني والدفع قدما بمبادرات التطبيع في المنطقة. وتوقعت هيئة علماء المسلمين عدم نجاح هذه القمة في تحقيق أهدافها بعيدة المدى لأنها لم تأتي لحل القضية الفلسطينية، الحل الحقيقي الكفيل بتحقيق مطامح الأمة والشعب الفلسطيني، علاوة على أنها لن تخضع أو لن تضع حلولا حقيقية للتدخلات الإيرانية الخطيرة المزعزعة لأمن بلدان المنطقة واستقرارها. الجانب الأمريكي أعلن أن هذه القمة ستناقش موضوع دمج الدول العربية في التطبيع، وهو ما ظهرت بعض آثاره حتى قبل انعقادها، مشيرة إلى أن مشاركة رئيس حكومة الاحتلال الثامنة في بغداد مصطفى الكاظمي فيها تأتي لتفتح الباب على عدد من الملفات المهمة والخطيرة، ومنها أن تصريحات الكاظمي أثناء إعلانه المشاركة في هذه القمة بأن الولايات المتحدة لها دور كبير في دعم العراق، وأن حكومته ممتنة للمساعدة والتضحيات التي قدمها الأمريكيون لدعمها، تصب في صالح الإقرار بعدم وجود عداء حقيقي مع الاحتلال الأمريكي، وأن ما يعلن عن ألسنة قادة الميليشيات المتحالفة مع حكومته لا يعد أكثر من كونها ظواهر صوتية تعزز حركات المناورة السياسية بين طهران وواشنطن، اللتين تعبثان بالمنطقة وفق سياسة التخادم المتبادلة بينهما تحت غطاء الخلافات والندية المعلنة بينهما. وقالت الهيئة في سياق تسليطها الضوء على الشأن العراقي المتصل بقمة جدة إن مشاركة الكاظمي تكشف عن زيف قانون تجريم التطبيع الذي بالغت الكتل السياسية في الترويج له كذبا وزورا لصرف الأنظار عن فشل النظام السياسي في العراق الذي ما زالت ترعاه الولايات المتحدة وتمنح إيران إدارته والتحكم به، ولا سيما بعد تصريحاته بأن مشاركته تأتي التزاما بتطوير العلاقات الدبلوماسية للعراق وكسرا لعزلة العراق في علاقاته الخارجية ومحاولته الفاشلة النأي بنفسه عن موضوع التطبيع المعلن كهدف من أهداف القمة وادعائه بأن العراق ليس من ضمن أي محور أو تحالف في المنطقة، والتركيز على أن القمة ستناقش الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وموضوعي المياه والطاقة. ونبقى مع بيان الهيئة، حيث كشفت هيئة علماء المسلمين في العراق أن محاولات أحزاب السلطة في بغداد وميليشياتها الابتعاد عن موقف الكاظمي وإطلاق تصريحات تبدو في ظاهرها معارضة للمشاركة في اجتماع القمة، قالت إن هذا كله يعد عبثا لا قيمة له أمام واقع الحال والأحداث المتلاحقة التي تؤكد أن مسار العملية السياسية في العراق لا يخرج مطلقا عن الإرادة الأمريكية، وأن ما تفعله طهران في العراق هو جزء من هذا المسار وإن ظهرت صورته بخلاف ذلك، موضحة أن الأمور يجري تقديرها والحكم عليها بناء على النتائج ومآلات الأنماط العملية وليس بالتوصيفات العاطفية المجردة التي تشتت الاهتمام وتصرف أنظار الشعوب عن حقيقة المشهد. إن القوى والأحزاب التي شاركت في احتلال العراق وترسيخ الاحتلال الأمريكي هي من فتحت الأبواب أمام الكيان الصهيوني للعبث بأمن العراق والمنطقة،
وأنها ليست صادقة ولا مؤهلة لتشريع قانون يهتم بتجريم التطبيع، مبينة أن غالبية المسؤولين في حكومة بغداد والمنخرطين في العملية السياسية راضخون للسياسة الأمريكية التي هي بالضرورة متوائمة مع الكيان الصهيوني، وهو ما أظهرته زيارة بايدن للكيان الصهيوني قبيل عقد قمته مع الزعماء العرب بكل وضوح. ورأت هيئة علماء المسلمين في العراق أن حل مشاكل المنطقة ينبغي أن يكون بعيدا عن أسباب المشكلة الحقيقية، وهي الثالوث الأمريكي الصهيوني الإيراني الذي هو سبب كل مشاكل المنطقة ومعاناتها، ولا يمكن أن يكون أحد أطراف هذا الثالوث جزءا من الحل، داعية شعوب المنطقة والهيئات والتجمعات الممثلة لها إلى التوحد والنظر بشمودية إلى المشاكل التي تحيط بالمنطقة وعدم تغليب الهموم المحلية الخاصة على الهم العام. وفي ختام بيانها دعت الهيئة دول المنطقة إلى أن تتسامى على خلافاتها ومصالحها الشخصية إلى مصالح الأمة والمنطقة الاستراتيجية، وتسخير الإمكانات الهائلة لديها لإقامة مشاريعها الاقتصادية والتنموية والدفاعية المشتركة لحل مشاكلها ونجاة شعوبها. تناولت مجلة إيكونومست معاناة أهالي قطاع غزة من الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 15 عاما، بعدما فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية وسيطرت على القطاع وخاضت منذ ذلك الوقت 4 حروب مع إسرائيل. ويعاني الشباب في قطاع غزة من تداعيات الحصار الذي يعاقب الجميع، ومثل بقية الشباب حول العالم فعليهم التخطيط للمستقبل، المدارس والعمل والعائلة، لكنهم يعيشون في مكان يحرمهم من أي أمل. يتخرج كل عام من الجامعات في القطاع ما بين 15 و18 ألفا، ويدرسون على ضوء الشموع وسط انقطاع التيار الكهربائي المستمر والذي يصل أحيانا إلى 11 ساعة في اليوم. ويقول سمير أبو مدللة أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن الجامعة تطلب من الطلاب حضور المحاضرات 3 مرات في الأسبوع نظرا لعدم توفر المال للتنقل، ويتخرجون من الجامعات إلى سوق العمل تصل فيه نسبة البطالة إلى 47.70% وسط الشباب، ومن يجد منهم العمل يحصل على أجر ثلث ما يحصل عليه العامل في الضفة الغربية. وأظهرت دراسة مسحية أجريت قبل فترة أن نسبة 37% من الغزيين يريدون الهجرة مقارنة مع 20% بالضفة الغربية، لكن الوظائف في الخارج والتأشيرات قليلة، والطلاب الذين يحصلون على منح دراسية في الخارج لا يستطيعون الوصول إلى الجامعات، فلا يسمح إلا لحوالي 500 شخص بالمرور من معبر رفح إلى مصر، وهذا يحتاج إلى انتظار طويل. وتقول منظمة Save the Children إن 77% من الأطفال تحت سن 17 يعانون من الكآبة وغرق بعضهم وهم يحاولون الهروب عبر قوارب متهالكة عبر البحر المتوسط. في تحليل بعنوان لماذا لن ينجح الناتو الشرق أوسطي بموقع جيوبوليتيكال فيتشرز، قال الباحث اللبناني هلال خاشان إنه قبل أسابيع أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعمه لتشكيل تحالف عسكري شرق أوسطي على غرار الناتو. وأشار الكاتب إلى أن الاهتمام بتأسيس تحالف عسكري إقليمي يعود إلى سنوات الحرب الباردة، عندما ساعدت المملكة المتحدة في إنشاء حلف بغداد عام 1955 الذي انهار بعد 3 سنوات في أعقاب الانقلاب على النظام الملكي بالعراق. ويقول إن هذا يعد مجرد مثال واحد على المحاولات العديدة للتعاون العسكري الإقليمي التي تعثرت على مر السنين. وكان أحدث هذه المحاولات اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017 إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط على غرار حلف الناتو. فشلت الدول العربية مرارا في التنسيق خلال اللحظات الحاسمة للصراع الإقليمي، فعلى سبيل المثال
فشلت الجيوش العربية في حرب 48 و900 ألف في تنسيق خططها، مما ساعد في انتصار إسرائيلي حاسم. وفي آذار مارس الماضي استضاف شرم الشيخ ضباطا عسكريين من الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ومصر والإمارات لتقييم تهديد الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار الإيرانية. وفي الآونة الأخيرة عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا مع نظرائه من نفس البلدان والمغرب لمناقشة القضايا الأمنية قبل زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة في منتصف يوليو تموز، لكن من غير المرجح أن يكون أداء بايدن أفضل من أسلافه كما يؤكد الباحث. كما يرى أن العداء العميق وعدم الثقة والخلاف حول تصور التهديدات الخارجية يحول دون أي شكل من أشكال التعاون ناهيك عن إبرام اتفاق عسكري. ويرى الكاتب أن هناك عائقا آخر أمام التحالف الأمني الإقليمي هو حقيقة أن الدول العربية تعتمد منذ فترة طويلة على ضامنين أمنيين من الخارج، وبالرغم أن الولايات المتحدة تعرب في كثير من الأحيان عن تصميمها الثابت على الدفاع عن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أنها تريد في النهاية الحفاظ على التوازن الإقليمي في الخليج وليس هزيمة إيران. أما بالنسبة لإسرائيل فلا دليل يشير إلى أنها مهتمة بأكثر من العلاقات التبادلية مع الإمارات والسعودية، وقد تكون إسرائيل حريصة على بيع أنظمة مضادة للصواريخ إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العلاقات التجارية. ولكن من المستحيل أن تنخرط إسرائيل في حرب مع إيران نيابة عن العرب. حول قصة الحب المتبادلة بين بايدن وإسرائيل، يقول الكاتب دوف زاخيم في مقال نشره موقع ذهيل القريب من الكونغرس الأمريكي، يقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن زار لأول مرة في عام 1973 عندما كانت جولدا مائير رئيسة للوزراء وإسحاق رابين سفيرا في الولايات المتحدة، ولم تكن لإسرائيل علاقات مع أي دولة عربية ولا مع الهند أو الصين أو الاتحاد السوفيتي، وكانت معزولة في الأمم المتحدة. وفقا للكاتب الذي لاحظ أن بايدن يزور إسرائيل مرة أخرى وهي تتمتع بعلاقات مع ست دول عربية وعلاقات وثيقة مع الصين والهند وروسيا. إن عشق بايدن لإسرائيل ظل كما هو منذ زيارته الأولى وهو في سنته الأولى بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى درجة أنه أصبح يتفاخر بأنه صهيوني، كما تفاخر مرارا بخدماته للمصالح الإسرائيلية أثناء رئاسته. ولكن الأهم من ذلك هو ما لم يفعله بايدن. السفارة الأمريكية لا تزال في القدس، ولا تزال أمريكا تعترف بجزء من مرتفعات الجولان لإسرائيل، ولم يكن لقاء بايدن مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أقل أهمية من لقاء لبيد، إذ رحب الإسرائيليون بتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما أشادوا بدعمه للعمل الإسرائيلي الأمريكي المشترك في مجال دفاع الليزر والقبة الحديدية ضد صواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون. وبحسب ما ورد فقد كان غانتس سعيدا لأن اجتماعه مع بايدن سار على ما يرام. وقال زاخيم إن الإسرائيليين يشعرون بحظ كبير لأن لديهم صديقا مخلصا في البيت الأبيض، مشيرا إلى أنه على الرغم من حسن نية بايدن تجاه إسرائيل، إلا أن اهتمامات أمريكا الأساسية هي مساعدة أوكرانيا وردع الصين. يرى مايكل أوهانلون مدير أبحاث السياسة الخارجية بمؤسسة بروكينغز الأمريكية أنه مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الخامس دخل القتال مسارا بطيء الحركة، والمأساة هي أنه ليست هناك نهاية تلوح في الأفق، فما زالت أوكرانيا تأمل في استعادة 20% من أراضيها التي استولت عليها روسيا، بما في ذلك الأراضي التي سرقتها موسكو عام 2014. رغم أن هذا أمرا مفهوما فإنه غير متوقع عسكريا، ومن المرجح أن يكون مدعاة لشهور أو سنوات كثيرة من القتال. يتعين استمرار تدفق الأسلحة للقوات الأوكرانية الشجاعة، وينبغي ألا يسعى الأمريكيون لفرض سلام لا تستطيع أوكرانيا قبوله. ولكن
لا ينبغي اعتبار المزيد من تزويد القوات الأوكرانية بأنظمة المدفعية المتقدمة هو الرصاصة الفضية التي يأمدها الكثيرون. وصحيح أن ما يسمى بصواريخ هيمراس دقيقة للغاية، وأصابت بالفعل مستودعات ذخيرة ومراكز قيادة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. ومع ذلك فإن القوات الروسية تعرف كيفية تشويش الاتصالات وإسقاط الطائرات المسيرة، وبذلك تعرقل قدرة أوكرانيا على القيام بعمليات استطلاع لأرض المعركة. ومن المرجح أن روسيا سوف تقوم بتوزيع مستودعات الإمداد في مناطق متفرقة وتمويه الأسلحة بصورة أفضل مع مرور الأسابيع والشهور. ويرى أوهانلون أن هناك أوجه شبه غريبة بين مسار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الكبرى التي اندلعت منذ قرن. ويضيف أوهانلون أنه بالنظر إلى تركيز الحرب بطيئة الحركة الدائرة اليوم في شرق أوكرانيا، قد يعتقد المرء أن الطرفين سوف يدركان أنهما ينطحان الحائط برأسيهما. ومن المؤكد أن المرء يأمل أن من بدأ الحرب وهو فلاديمير بوتين يصل لتلك النتيجة، لكن للأسف يشير التاريخ إلى غير ذلك. وللأسف فإنه يبدو أن كييف وموسكو تعتقدان أن الأمور سوف تكون في صالحهما في نهاية المطاف، ولكن التاريخ يشير إلى أن هناك احتمالاً كبيراً للغاية بأن الطرفين سيكونان على خطأ إذا كانا يتوقعان أن يؤدي تغيير ماهر في الأساليب أو مساعدة من السماء إلى دفع الحرب نحو اتجاه حاسم في أي وقت قريب. أقرت مسؤولة كبيرة في قطاع الصحة العامة الجمعة بأن الولايات المتحدة التي تتوقع زيادة حالات الإصابة بمرض جدر القرود في الأسابيع المقبلة ليس لديها حاليا جرعات كافية من اللقاح لتلبية الطلبات. قالت روشيل أولينسكي مديرة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وهي الهيئة الفيدرالية الرئيسية للصحة العامة في البلاد، قالت إنها تريد أن تقر بأن الطلب الآن على اللقاحات من جانب المناطق أعلى من امتداداتنا المتاحة، ونحن نعلم أن هذا محبطا. وأضافت خلال مؤتمر صحفي: ليس لدينا بعد كل اللقاحات التي نرغب في الحصول عليها، متوقعة زيادة في الحالات في الأسابيع المقبلة. ويتزايد القلق خصوصا في نيويورك مركز انتشار الفيروس، حيث جرى رصد ما يقرب من 390 حالة، وبات في الولايات المتحدة ما مجموعه 1470 حالة. الآن نتابع الكاريكاتير. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. دائما ظلوا في رعاية الله.